صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلماً، أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً قادراً مقيماً سالماً من الموانع. هذه ستة شروط. فإن كان صغيراً لم يجب عليه الصوم، وإن كان مجنوناً لم يجب عليه الصوم، وإن كان كافراً لم يجب عليه الصوم، وإن كان عاجزاً فعلى قسمين: إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى أياماً بعدد ما أفطر، وإن كان عجزاً لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. مقيماً ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخر. سالماً من الموانع احترازاً من الحائض والنفساء، فإنهما لا يجب عليهما الصوم بل ولا يجوز أن يصوما ولكنهما تقضيان.